السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله على قناة ليل جيمز كل عشاق ألعاب. جاناكم فيديو جديد بقناة لعبة وور ثاندر. طبعا ذاك الفيديو قلنا راح نكمل تير 1 برانك 2 الدروع، وبقى لنا الدرعين ما اختبرناهن يا شباب بتير 1 رانك 2 اللي هن المدفع الثقيل اس يو 122 مع دبابة التي 50 يا اصدقاء. بعدين ان شاء الله راح ننتقل الى رانك 2 تير 2، وراح تكون عندنا دبابة تي 34 كي في 1 والدفاع الجوي البي تي ار والزي اس 30 كمدفع يا اصدقائي. فحلو مشينا الحمد لله، ده نمشي بشكل صحيح وسريع حتى نقدر نغطيكم اكبر قدر ممكن من الدروع السوفيتي، ونشوف وين نقدر نوصل بهن يا اصدقائي. لا تنسون اللايك والمشاركة وليتس جو. اوكي يا اصدقائي، نبدأ مع المدفع اس يو 122. واو والله اللي لك من الاندفاع لعنفة. بس انا شنو يحتاجنا تركيز. الشغلة بهذا المدفع اذا واجهتوه حتتعطلوه، ما تخلوا بعد يشتبك وياك تاخذ راحتك بالاشتباك، تضرب الفوهة مال اطلاق مالته، يعني السبطانة مالته تضربها تفلشها. هنا المدفع بعد ما له اي امكانيه للمواجهه راح يظل عاجز حتى يسوي ريبير له. فبهاي الحاله انت شو تسوي؟ بهاي الحاله انت تكمش المدفع تفجر بسهوله. هاي هذا اللي حكى عليها ضربه بقتله. مشكلتنا شنو بالرلود مالته؟ ستيوارت راح لازم انتبه على هاي الجيمات اليمين، ما تجينا الغدرات. ابو دباب روح قدام حتى اذا مو تعرف انه اكو وضع خطر. عفوا ما شاء الله عليه، ما يهتم. اتوقع قاعدين من الناس. اها ذاك واحد ان لم تخني. اها فجروا دار معي استوني. مشكلة شنو؟ مشكلة هذا الزرق الدائم ما يبين كل شيء. هذا راح فجرو. اها سلم لي. لو شو بس ريلوده سريع. يا الله مرعبة. اكو كل طبعا قدامي. شنو احنا حلو امورنا، حلو امورنا. هه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 
والد، هناك مجزرة. لحظة، لا مش اركب الطيارة، اركب هذا السريع، هذا رايح نعطيها توربو بوست. اركز من هنا يجون خذ الصيدات والله. اتفق. اكو قريبين بس احنا شو نسوي؟ نحاول ننتظرهم. قدم شوية، قدم ليث، لا متقدموا الشباب الطيبة. اهلا ومرحبا. الله 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 الله. ذاك مدفع ثقيل على اليمين، اذا رماهم تفلش ومتفلش. طيب وين هذا؟ انا ما اشوفه، هسه شفته. لا ما عاد مجرى، اشتباك صحيح. لو ضربت حشيش. حلوين. على اني وين؟ ما يبين بس هذا. ذاك لا يا زمن، حرقوها بتي 34. حرقوه والله، شكل حتى ما لحق اجرب التي 50. ها هناك واحد قدامنا، اها ما كرسبون عليه. كحل ماي عليه. راح تموت. انت متت. زين انت متت. هي ولا مدفع ثاني. يلا يلا ريلود. لا يا زمن، لا هذا ما تبع قدرني يحتلوا قصابة مكان صح. بس شنو صار قبل الوقت المحدد؟ شوف خلينا نشوف اذا اكو بيها مجال انه اشتكي بشكل صح وياهم. ما ادري اسمه وين بالضبط، متوقع من هنا. شنو مصاحبنا؟ وينهم هذول؟ بنات كلها تفرشت وما نشوفها. هذاك اللي ورا
لا عشان متفجر. رمات. يا الله اعطيت ضربة قاتلة يا رجال، حرام عليك. لا انا اعطيت القصف غلط. لا والله صح صار، سبحان الله. جو واحد علقت الدنيا علقت. كله بشت. السي صارت بورة مال اشتباكات. كريتيكال. يلا روح. يلا المساعدة تستاهل يا صديقي. تتأمر يا جميل. بكرة تندم يا جميل. ولك هذا هنا مسخنة. يطلع لنا هذا. مدفع يخوف هذا. ما جازف ليث، ما جازف. بكرة تندم يا جميل. ابلع. شلون السبرايز الحلو؟ شوف الوضع هنا شنو، قلنا نقدر نشتغل واحد. خبزنا بوحده والله. حلوة طيحتها واحدة هيت. ما يدري معنى ايه. لا نشرنا بكل مكان. يلعب ابليس. وين المشكلة؟ الحين شرت اذا اطلع منها اطلع منها يرموني. كاصدقاء حتى ما يكون الفيديو مطول عليكم، شفتوا امكانية التي 50 والاس يو 122. اس يو 122 اسطورية بامتياز، تي 50 جيدة. رغم اني انحشرت من ثلاث دبابات، كان المفروض اطلع على اليسار ما اطلع على اليمين، وجات غلطة بسيطة. من نقص من قيمة التي 50 جميلة جدا، مدفعها جميل، لكن يبقى درعها مو ذاك الدرع المطلوب. ان شاء الله استمتعتوا فيديونا، اتمنى لكم مشاركة في قادم. في امان الله.